عن في المناطق الباطنية، لأنه إذا في عنا مشاكل غازات ومشاكل في القولون وقولون عصبي، المشاكل التنفسية وضيق النفس والبلغم بالضعف بالضعف، فإحنا نريح الجهاز التنفسي بتريح الجهاز الهضمي. وهذه الأمور والمواد اللي حكينا لكم عنها اللي بتريحكم تنفسيا حتريحكم من ناحية الجهاز البطن والقولون وهذه الأمور. وأنا إذا عندي بلغم أنا بدي أمشي المشوار الصباحي هذا، بدي أتعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس ما هي مصدر أساسي لعمل الفيتامين د. فيتامين د أساسي لارتفاع المناعة وتخفيف حدة الحالة النفسية السيئة والدبريشن اللي موجودة عندنا. بتغيب الشمس بتيجي حالة الدبريشن وبتيجي هالأمراض وبتيجي هالإنفلونزا وبتزيد وبتتفاقم. لما ترجع الشمس وفي فترة الصيف ولما نتعرض للشمس ولو نص ساعة في اليوم فقط، نص ساعة، هذا بجد أشوف قديش بعطينا فيتامين د رباني هيك لوحده مع أشعة تانية. مش بس إحنا أشعة الشمس مش فاس فيها فيتامين د، الجهاز التنفسي بده فيتامين د، بده ألترا فايلت اللي هي أشعة تانية موجودة في الشمس اللي هي بتقتل البكتيريا وبتقتل الفيروسات وبتقتل الجراثيم. وفي عنا الانفراريد راديشن هذه اللي تحت الحمراء اللي جاي كمان من أشعة الشمس، وهذه بتساعد على عملية التئام الجروح. إذا واحد فيش في ما في عنده التئام جروح في مناطق أو تقرحات، إذا ما في شمس حتى بنحط الانفراريد لايت اللي هي لمبة حمراء تنجاب من أي محل كهربائي. هذه اللمبة بتعطي أشعة منه التدفئة بتدفي ومنه بتعطي الأشعة تحت الحمراء هذه، أو بتطلبوها على الأمازون سعرها بسيط. هذه استخدموها لآلام الظهر لمشاكل التنفسية عندكم بيتيا ورخيصة وكويسة. هذه بعض النصائح اللي لأي واحد، للكبير للصغير، واحد عنده هشاشة ما عندوش هشاشة، اللي عنده هشاشة أو مشاكل يعني بخاف إنه الحركات هذه تعمل له كسور، في هالحالة بده ياخذ الحيطة والحذر لما يعمل الحركات اللي بنحكيها هذه الاهتزازات. بس هذه صدقوني هذه الاهتزازات وهي الطبطبات انها حتعطي مفعول سريع. انا بتعامل معها من 30 مع الامور هذه من 30 سنة، من 30 سنة في العلاج التنفسي، وهذه العمليات هي اللي بدها توقف المريض وترجعه وتشيل هالبلغم وتنظف هالصدر. يعني هاي العمليات تنفع للكبير للصغير للمدخنين.